أول مسألة بتقول إن الأتوبيس النهري سعته 22 راكب في الرحلة الواحدة ومطلوب مننا نعرف العدد اللي ممكن ينقله في خمس رحلات لو حبينا نمثل المسألة دي بنفس الطريقة اللي موجودة قدامنا اللي احنا مثلنا فيها إن المستطيل بتبقى قيمته عشرة والمربع بتبقى قيمته واحد تعالوا نشوف هنمثلها ازاي طبعا ال 22 نمثلها باتنين من المستطيلات لان عندنا اتنين عشرات وكل مستطيل من دول بعشرة والاتنين اللي في الاحاد هنمثلها باتنين من المربعات لان قيمة كل مربع هي واحد يبقى الصف كله عندنا دلوقتي اتنين وعشرين طيب احنا عندنا الرحلات خمس رحلات يعني هنكرر الشكل ده خمس مرات زي كده ده تعتبر المصفوفة دي بتعتبر اتعرفنا عليها قبل كده ونقدر نرسمها في الكتاب مع بعض. رسم سريع للمصفوفة ممكن تمثل المستطيل ده بخط يمثل العشرات والآحاد ممكن تمثلها بنقطة. طب تعالوا نكتب المصفوفة دي على شكل مسألة ضرب علشان نعرف العدد الإجمالي للركاب. إحنا معانا خمس صفوف كل صف فيه 22 يبقى شكل المسألة هتبقى عبارة عن 22 في 5. طيب، احنا ممكن نعدهم بصورة مباشرة، يعني هنعد العشرات ونعد الآحاد وبعد كده نجمعهم. طب تعالوا كده نعد مع بعض. العشرات اللي عندنا آدي 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100. يبقى عدد العشرات عندنا كده 100 طب وعدد الاحاد كم مربع عندنا ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى عندنا الاحاد 10 والعشرات 100 يبقى نقدر نقول ان الناتج بتاعهم كلهم او عددهم كلهم هيبقى عباره عن 100 زائد 10 هيدينا 110 حد ممكن يقول لي اننا ممكن نحلل ال 22 إلى 2 زائد 20 وبعد كده نضربهم في الخمسة بعد التحليل يعني شكل المسألة هيكون بالشكل ده هتبقى عبارة عن 20 في 5 زائد 2 في 5 هو ده شكل المسألة يعني ضربنا العشرات في 5 وضربنا الأحاد اللي هو كل كل وحدة بتمثل الوحدة عندنا في الأحاد 2 يبقى 2 في 5 طب تعالوا نجيب ناتج ال 20 في 5 هيدينا 100 لان الـ 2 في 5 ب 10 وبنحط صفر في الاحاد طيب ال2 في 5 ب 10 و100 زائد 10 هيدينا نفس الناتج اللي احنا حسبناها قبل كده اللي هو 110 ال22 على فكره ممكن تتحلل لاشكال كتير زي ممكن 16 زائد 6 او 12 زائد 10 ولكن مهم جدا ان احنا بنختار الصيغه اللي بتسهل علينا الحل بعد كده وخليناها 20 زائد 2 لان سهل جدا ان احنا نضرب ال20 في خمسة لان ال20 دي من مضاعفات العشرة. شوف الحلقه كامله من خلال تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا مستقبل يبدا الان